اليوم انا قررت ابيع، وهذه دقوس تمر واتشار تمر. وشنو بعد خالتي؟ عندنا دقوس صبار، وعندنا طبعا اللي الحين متعلق بالنخلة، عندنا اتشار الرطب. انت جربة عقب احكم، ترى اذا جربته ما يعني كل مره بتاخذ، ما بتندم. انا ما بمشي الا لما نبيع. يلا نقي، تبي دقوس ولا تبي اتشار؟ حبيت الدقوس، سمعت الاراء وحبيتها. خلصي لو سمحتي، اعطي دقوس تمر ولا قولي لا انت تبيعين. اي صح، انا ابيع. اول مشتري لنا. اي ونحط له الكارت علشان اذا جربه وقول لنا رايك. حلو، في منافسة بين ما شاء الله طباخ كويتي وفي بين المرأة البحرينية. نحط صبارته. انت جربته؟ هو؟ قول لنا رايك. في فلفل لازال والله لذيذ. خلاص تاخذهم؟ شوفوا متابعينا، جربها راح ورجع خلاص اقتنع يبي. متابعينا من بيعتي اليوم هذه ثالث مشتري، صح ولا لا؟ ثالث مشتري اليوم انت. وانا واقفة ما شاء الله. هي باعت لنا. عليكم بالعافية. تفضل. شكرا واسعدنا حضورك والله. قولها على الكاميرا. طريقة التقديم وايد حلوة ونشكركم على كل شيء. شكرا. والله هذه يعني اقل شيء عندنا عمي. شكرا ما قصر. انا وايد استانست في هذه التجربة. واحنا تشرفنا بحضوركم. وانتي زدتي هالمقابله، اعطيتيها بهار ثاني حبيبتي خالتي. والله وانا تشرفت صراحه اني حتى في هالتجربه الجميله جدا، يعني هذه الشرف لنا، والتجربه كانت وايد حلوه بالنسبه لنا احنا كاتشارات. والحمد لله يعني واحنا واقفين يا في منافسه واحنا فزنا. الحمد لله ان شاء الله دائما.